ناموس يا براش ناموس ناموس. اليوم شفناك بهذا اليوم الجميل والطيب واداء علي خلفان الجوري هذا البطل اليوم وفق بهذا الفوز، كلمه لهذا المدرب احنا لقبناه بالعبقري. علي خلفان مدرب قديم وعنده خبره في السباقات خاصه الكبيره، ما نتكلم عن السباقات الصغيره. واهني اخي الشيخ منصور على الفوز اللي يستحقه، لان الشيخ منصور يحب الرياضه هذه وحط مثل رجل مثل هذا الرجال اللي صراحة ما قصر في عالم التدريب وسباقات الخيل. طويل العمر عودتنا على روحك الرياضية الكبيرة في كل الرياضات اللي تدخل فيها كمنافس أصيل في كل المجالات. اليوم التنافس كيف شفته وخاصة في آخر لوب؟ والله شوف الاسطبل هذا اللي فاز اسطبلي الثاني أنا، فدائما نحن نتنافس بين بعضنا البعض، بس في نهاية المطاف نحن أخوان، أنا أحب له الفوز هو يحب لي أنا الفوز، فهذا الروح الرياضية والمحبة بين بعض هي اللي تخلي الرياضة هاي تتطور. طويل العمر المستقبل الآن، اليوم تكلمنا عن مستقبل الرياضة هذه بشكل عام، كيف تشوف مستقبل الرياضة هذه اللي وين تسير، وخاصة نحن اليوم خلصنا آخر 160 في الموسم؟ أعتقد مستقبل الرياضة هذه بتكون الأفضل، دائما الأفضل دائما الشيوخ يدعمونها، وحتى الإماراتيين أبناء القبائل اللي عندهم يعني خيل طيبة، فالحمد لله إن شاء الله نوصل للأفضل ومن المركز الأول إلى المركز الأول إن شاء الله. طال عمرك يعني إذا بنتكلم عن التغطية الإعلامية بالنسبة لسباقات القدرة الفترة الأخيرة، إحنا الحين اجتزنا 5 سنوات مع الإخوان والموجودين قناة شقيقة بيريسي وقناة ياس، برامج نقدية تغطيات إعلامية ما تسبق، يعني صارت كتغطيات البطولات العالمية والكبيرة، يعني كلمة بالنسبة لأولادكم الإعلاميين وزملائكم الإعلاميين اللي يشاركونكم في نقل الصورة الطيبة. والله شوف يعني اخواننا احنا الاعلاميين ما قصرتوا، انتم وضحتوا الصوره للمتلقي اللي هو خلف الشاشات، فكانوا قبل نحن اللي في السباق اللي في القريه نعرف شو اللي صاير، اللي برا ما كانوا يعرفون، الحين صاروا عندهم يعني رؤيه واضحه. ونشكر اخواننا الاعلاميين من قناه ياس او دبي ريسنج، يعني كلهم ما قصروا ونحن دائما وياكم. نعم، اف 3 في الكلاسيكيات الكبيره متواجده وبقوه، هذا الرجل قال لي انا خايف باكر، خايف من اف 3، هاي صعوبه بالنسبه لي. قلت الكلام صحيح خليفه؟ نعم قال الكلام. وفي الكلاسيكيات على سير العام الماضي يوم اكتسحت البطولات كلها ما خلت ولا سباق، حتى السباق اللي ما فازوا فيه يوم مركز ثاني. والله شوف اف 3 والاسطبلات الكبيره مثل الوثبه ام 7 ام ار ام هذه تطلع في السباقات الكبيره، دائما تجهيزاتهم يكونوا في الاسطبل، بس في المحافل الكبيره يدخلون بقوه لان عندهم خبره. مثلا علي خلفان مو من سنه سنتين انت تشوفه في السباق، اتذكر انا ايام يوم انا هالكبر كان الحيط لين هني زين، وكنا في ايرلندا، اول ما دخلت الغابه كان اشوفه قلت له وين هاي المطوع هذا في ايرلندا. لا بس يعني اولا احب ابارك لاخي الشيخ منصور ويستاهل بزايد على السبق هذا، ومعودنه على المنافسة الطيبة والشريفة، وإن شاء الله نحن بنعوض في السنة الجاية إن شاء الله. طول العمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أصبح مهندس للقدرة العالمية حتى في العالم، اتجهت كل الأنظار إلى دولة الإمارات، وأصبحت رقعة أيضا القدرة موجودة في دول الخليج، الكل يتابع هذا التميز بفضل دعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. بس بزيدك معلومة، كنا نحن أول ما بدينا نركب يتذكر الريال هذا كنا نأجر خيول من برا، أول ما بدينا نركب ما نشتري خيل من برا، نأجر خيل نشارك فيه بعدين نرد على راعي. شوف وين وصل محمد بن راشد اللي طور الشيخ محمد بن راشد، الحمد لله. ناموس ناموس ناموس.